هذا سائل يقول: أنا أعمل في إحدى القطاعات، ويوجد لدينا في داخل المبنى الذي نعمل فيه صورة لأحد الوزراء الذين توفوا رحمه الله، وهذه الصورة تأخذ حيزا كبيرا وأبقيت محبة لهذا الوزير، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن تطلبوا من مديركم أن يزيلها، فإن أبى اكتبوا للإفتاء، اكتبوا لسماحة الشيخ المفتي وينظر فيها إن شاء الله. نعم، إذا أبى هو أن يزيلها. نعم.